متتبعي قناة الفاس بريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي في موزي من جديد. في هذه الحلقة سنناقش موضوع الودادية السكنية والمشاكل التي تتخبط فيها مجموعة من الودادية السكنية، لدرجة أن أحلام مجموعة من المواطنين بامتلاك سكن رئيسي أو سكن ثانوي تتبخر بوجود هاد المشاكل. مناقشة القضية دي نستضيف السي عبد الكبير بيرارو بالعيد، فاعل جمعوي ومهتم بهذه القضايا التي تتعلق بالوداديات السكنية. السي عبد الكبير مرحبا بك. شكرا أستاذ بوستا على الدعوة، وشكرا لقناة أنفاس على العمل الاجتماعي اللي تقوم به، يعني لحل المشاكل الاجتماعية وهي كثيرة ومتعددة، ومن ضمنها هذا المشكل هذا اللي مطروح دابا، هذا الموضوع ديال إشكاليات الوداديات في المغرب. مرحبا السي عبد الكبير. غير بداية، علاش الوداديات السكنية تعيشوا أو بعض الوداديات السكنية تعيشوا هذه المشاكل تاع الاقتلالات، مشاكل تاع تتوصل إلى درجة القضاء والوقفات الاحتجاجية وكذا وكذا؟ نعم، إشكالية اللي مطروحة هي إشكالية ديال إشكالية قانونية. دابا الآن ولات مطروحة بحدة أن المشكل أن كاين اختلالات أو كاين بعض النواقص في القانون، القانون المؤسس ل الوداديات. لا يخفى عليكم بأن الوداديات تخضع للظهير الشريف 300 و 376 58 1 صادر في 1955 نوفمبر 1958. وهذا الظهير يعني ما جاش من وراه واحد القانون اللي كيأثر هذا العمل ديال الوداديات، وهي اصلا الوداديه هي بمثابه جمعيه، دونك جمعيه على حسب قانون، يعني كما قلتي هي تتخضع الظاهره تاع 58، حتى هي كتخضع القانون ديال 58. هي جمعيه. دابا الجمعيات كاين جمعيه اللي كتنشط، كل جمعيه كتنشط في مجال، كاين مجال دابا الوداديه هي جمعيه تنشط في مجال السكن، كاين جمعيه رياضيه، كاين جمعيه حقوقيه، كاين جمعيه تربويه، كاين بيئيه الى غير ذلك. الوداديه هي جمعية تختص بمجال السكن، بمعنى أن الناس اللي كيأسسوا ودادية هما في البداية يكونوا واحد 3 أو 4 ديال الناس تيفكروا، عندهم فكرة مثلا دايرة بيناتهم بأن ما عندناش سكن وبغينا نأسسوا واحد الودادية باش نقدروا نستافدوا من التخفيضات الضريبية إلى غير ذلك، ويتفقوا على تكوين مكتب. وباش تكون مكتب كيخصك تعلن على واحد الجمع عام، تتعلن عليه في الجرائد مثلا، الناس اللي تهمهم الامر واللي باغين مثلا يحقوا واحد سكن عائلي كيلتحقوا، كيجيو كتعلن داك الجمع العام، تيجيو حتى هما تيحضروا في هذاك الجمع العام، وهذاك الجمع العام من خلال الجمع العام تتاسس واحد المكتب. مكتب اللي فيه رئيس، فيه النائب ديالو، فيه الكاتب، فيه الامين، امين المال. تما هو الحال بالنسبه للجمعيات العاديه. تماما بحالو بحال الجمعيات العاديه، الا الهدف يختلف. وهو هي عندها وحده الموضوع، على بغيتي تقول وحده الموضوع، وهي التاسيس، هو الحصول على سكن، سكن عائلي. ولكن علاش هذه المشاكل تتبان في الوداديات السكنيه؟ الا كان الهدف هو واحد، فهمتي، وان الهدف الجميع اللي مشاركين في هذيك الجمعيه ولا الاعضاء هذيك الجمعيه عندهم هدف هو امتلاك واحد الشقه ولا واحد الفيلا ولا واحد. فعلا. دابا الاشكال ملي تنقولوا الوداديه راه تابعه للقانون ديال الحريات العامه، يعني راه مذكوره في الدستور. على كل حال يمكن اي واحد من هبه ودب راه يمكن له يمشي يكون وداديه. هذاك السيد اللي عنده الفكره واللي جمع هذوك الاعضاء، يعني هذوك الاعضاء الاوائل، هما اللي كيحضروا الجمع العام، واش هما جايين بنيه صادقه انهم باغيين يحقوا سكن لواحد المجموعه ديال الناس وحتى نفوسهم حتى هما، لان حتى هما باغيين سكن، او جايين بواحد النيه ديال النصب، يعني ربح اموال، ويعني راك عارف تجمع الانخراطات المساهمات تاع كل الاعضاء تاع قبل بدايه المشروع. بيان سور بيان سور، ملي تيدار هذاك الجمع العام وتيدار محضر، ومن المفروض حتى هذاك الجمع هذه الاجراءات كيفاش كتتم، من المفروض
باش تكون عندها مصداقيه وتكون يعني الا بغيتي تكون تقول بان الامور كتكون شويه مضبوطه. من المفروض ان هذاك الجمع العام يحضر فيه واحد العون عون قضائي اللي تيحرر حتى هو المحضر ديالو واللي تيعطي عدد الحاضرين في هذاك الجمع العام وما تمخض عنه الجمع العام. بمعنى اشنو داك الجمع اشنو تيكون فيه؟ تيكون فيه تاسيس ديال المكتب فهمتيني، وتيكون خصو يكون بطريقه ديمقراطيه. بمعنى ان الناس هما اللي تينتخبوا على الرئيس وتينتخبوا على دوك الاعضاء الاخرين. هاد المساله ما كتمشي دائما بهذه الطريقه فهمتيني. حتى دوك الناس اللي تيجيو تيحضروا في هذاك الجمع العام ما عندهمش واحد ثقافة جمعوية، ما عندهمش واحد التوعية مسبقة. من غير الثقافة الجمعوية وهذا، البعض يقول بأن من المشاكل اللي تجعل بعض الودادية تفشل هو أن الناس اللي منخرطين في الودادية ما تكونش عندهم الثقافة تاع العقار. بالضبط. يعني ما تعرفوش الأراضي شحال تدير، يعني ما تعرفوش مشاكل تاع البناء، تتخلق هذه الإشكالات. وهذا الشيء اللي تيفشل تماما. اللي كيدخل لهذا المجال ديال الوداديات السكنية خاص يكون عنده معرفة مسبقة بمجال العقار، تكون عنده معرفة مسبقة بالجمعية وشنو هي الجمعية، ويعرف شنو هو القانون الأساسي، وخصو يقراه قبل ما تدخل. قبل ما تعطي فلوسك خصك تقرا هذاك القانون الأساسي وتدلي بالرأي ديالك. يعني إذا كان شي بند ماشي هو هذاك لك تكون مناقشه. وكاين عاوتاني الناس اخرين تيقولوا بان الاعضاء تاع بعض الاعضاء تاع التعاونيه هما تيتحملوا المسؤوليه، لان مثلا تقولي الارض قيت الارض مثلا حنا في كاليفورنيا والمساهمه ديالي 50000 درهم ولا 100000 درهم باش نمتلك تما كاين شقه. في الاول تتبان ان من المستحيلات والناس يمشيو ينخرطوا ويمشيو. كاين واحد التسرع في هذا الاجراء، لان الحرقه عند المواطن حاليا تعتبر تا هو همزه خصني نخرط فيها فوالا. دونك غادي نحصل على سكن وتيدير راسو مع تا هو مع ديك المجموعه ماشيني تيقول لك اذا عمت هانت ما يمكنش هاد الناس كلهم يتنصب عليهم يتنصب عليا انا بوحدي. دونك انا الا اللي وقع لهادو غادي يوقع ليا. هو راه جاي لان المواطن قبل ما كيلجا لهاد الامور هادي تيكون عنده عائله، عنده وليدات ماتيني، تيكون اما كاري اما يعني ساكن في سكن غير لائق. كما قلت الحرقه هي اللي تتخلي بلا كاين حرقه اللي كتدفعوا باش تيبحث على انه يحصل على سكن لائق ماتيني. كاين واحد القضيه هنايا السي بوشتا اللي تتجعل الناس كيمشيو لهاد الوداديات، حيت بامكانك، حيت حنا تنصب علينا في هذا المجال، غادي نهضروا في هذا الموضوع بعد قليل. الوداديه تيمكن تاخذ شقه كما انك يمكن تاخذ سكن مستقل ماشيني. ودابا في هاد لا ريجيون ديال بوسكوره مثلا، انا بغيت نهضروا على لا ريجيون ديال بوسكوره، مغلب هذوك الوداديات اللي كاينين عندهم واحد الغرض انهم يديروا واحد السكن ديالهم مستقل ماشيني. دونك هنا كاين اختلافات، كاين اللي تيبغي شقه، كاين اللي تيبغي هاد المساله كطرح النهار الاول. النهار الاول كتطرح بمعنى راه غادي نديرو مثلا يعني فيلا، كي تنقولوا حنايا بهذا يعني بناء فيلا، والناس كيسمعوا هذه وجاي بنادم باغي يبني شي حاجه مستقله ليه هو، تكون هي الرغبه ديالو النهار الاول. من بعد كتبدا الامور القانونيه، تيقول لك لا يسمح لك واحد المثل، لا يسمح بجهل القانون. كتقال هذه القضيه ما مسموحش لك تجهل القانون. لا يعذر احد بجهله القانون. بيرسون يسونسي دون غير لا لو. دونك هنا انت دخلتي ما يعني ما تشاورتيش، ما استشرتيش، جيتي وطحتي تما. بون عندك شي فليسات، نادم جامع واحد يعني واحد موفر واحد 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 شويه ديال الفلوس، قال اللهم استثمرهم في سكن. دونك هنا قبل ما تعطي الفلوس ديالك خصك تعرف الوعاء، واش كاين الارض ولا ما كاينش، واش محرر واش محرر واش غير محرر، واش هاد الارض داخله للمجال الحضري ولا باقا في المجال القروي باش ما توحلش. حيت الا مشيتو شريتو ارض مثلا هذاك المكتب اللي تم التاسيس ديالو وعطاهم الصلاحيه الناس باش يبحثوا على الارض، مشاو خرجوه هما على برا على المجال الحضري باش ياخذوا واحد البقعه ارضيه بواحد الثمن بخس ماشيني. بون هذه ممكنه، ولكن اشنو تيوقع؟
من بعد تشوف ان هذيك الارض ما دخلش مجال التعمير، ما دخلش مجال الحضري فهمتيني. دونك هنا تتسنى خصك مفروض عليك انك تنتظر هذاك البلان داميناجمون فهمتيني، هذاك يعني تتسنى تدخل الارض المجال التعمير، تدخل المجال الحضري حيت لك تي قراوي ما يمكنلكش تبني وكتوقع بزاف ديال المعيقات. هادشي علاش انا قلت لك استشاره ضروريه، ما فيها باس الواحد يمشي عند السلطه، تمشي للعماله، يمشي للاجونسيوربان، راه واحد الوداديه ها فين ها فين. انتم في الوداديه ديالكم تقولوا بانكم الجمع العام ديالكم ما عمره تعقد، ولكن واش تطلبوا انتم كاعضاء بعقد الجمع العام حتى تكون حق؟ لان من المفروض والقانون الاساسي هادشي تيكون مكتوب في القانون الاساسي وخصو يطبق، ولا ما تطبقش خص تكون متابعه، تكون شي اداره اللي كتابع هادشي هذا، ما بقاش داكشي سايب. لان واحد المثل تيقول لك المال السايب تعلم السرقه، ودابا هادشي اللي كاين في الوداديات، الرئيس راه هو الامين في الاخر، هما اللي تيوليو باقين فهمتيني، متابعين تيبقى هما اللي كيتصرفوا في الاموال، هما اللي تيشريو هذيك الارض، هما اللي من المفروض عليهم انهم يجمعوا الناس مره في العام، يديروا جمع عام مره في كل سنه. هذاك الجمع العام كيخصهم يديروا فيه واحد التقرير تيتسمى تقرير ادبي، اللي تيبين شنو نوع يعني الاشغال اللي درتو، اشنو اللي حققتو، اشنو تقييم تجربه تقييم لا تقييم تجربه، ولكن هما تيكونوا كيتحركوا يعني درتو تحركات، هذه التحركات اشنو دارت فهمتيني، وهذا الشيء خصو يكون بالوثائق، وتيخصو يكون واحد التقرير مالي وهذا مهم جدا. كل عام تقرير مالي، ها اللي دخلنا، ها مجموع المنخرطين، ها مجموع الاموال اللي دخلنا في لاكيس، ها المداخل، ها المصاريف، سمعتيني؟ هذا الشيء خصو يكون كيروج ما بين المنخرطين، عارفين اشنو اللي خرج وشنو اللي. انتم دابا ما عارفين والو؟ لا احنا النصب اللي دار علينا، احنا ما 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 قمناش بالاجتماع، هذاك المكتب ما اعلنش على الاجتماع ولو مره واحده خلال 12 سنه. هي اضحوكه. اش من الحلول ولا من البدائل التي يقترحها البعض، هو ان نمشيو من الوداديه السكنيه نظام تاع التعاونيه السكنيه. التعاونيه السكنيه يعني تيقولوا بان المؤشر النجاح فيه اكثر من الوداديه السكنيه، واش تتفق مع هذا الراي؟ تماما. انا من خلال التجربه اللي وقعت دابا تيبان لي بان هذاك سميتو القانون ديال الجمعيات تيبقى فيه القانون الاساسي. شكون اللي كيدير القانون الاساسي؟ هما هذوك النيت، هذوك الاعضاء اللي تم التمثيل ديالهم، هما اللي كيديروا القانون الاساسي، هما كيحترموش، وما كاينش اللي كيتابعهم، وما كاينش اللي كيسولهم فهمتيني. دونك هنا كاين واحد نقص من الاول، وكاين واحد الثغره انا تخلي لهم المجال انهم كيتصرفوا كيف بغاو، وهذا الشيء هو اللي كيجعل ملي الاجتماعات ما كتتمش وداك الشيء، والناس ما عارفينش شنو اللي مشى وشنو اللي جا، شكون اللي دخل جديد، شكون اللي جا من موراه، تتبقى الغموض، تيوقع الغموض يعني تتبدا المشاكل. هذا الشيء علاش كتوصل في الاخر كتوصل للمحاكم. المحاكم راه عامره غير بهذا الشيء في البديل. يعني انا الراي ديالي شخصيا من خلال يعني واحد الاجتهاد كنت درت واحد البحث في هذا المجال باش نعرف اشنو ممكن البديل اللي يسمح للمواطنين عندنا في بلادنا انهم يستافدوا من سكن يعني بلا ما يتم النصب عليهم. كاينه اوديكو. شنو هي اوديكو؟ اوديكو هي مكتب تنميه التعاونيات. مكتب تنميه التعاون والذي يشرف على التعاونيات. وضمنها كاين تعاونيات سكنيه، كاين تعاونيات فلاحيه، كاين تعاونيات صحفيه، كاين تعاونيات في الصناعه التقليديه فهمتيني، وهما كيديروا التتبع. كاين واحد الاداره وعندها واحد القانون صارم، قانون صارم وهو القانون 1212، وهذا القانون هذا كيطبق على التعاونيات. جيتي عندنا استشرتي معنا بغيتي دير تعاونيه ياك، حنا كنواكبوك، تنديروا معاك المواكبه فهمتيني، من التأسيس وما غاديين معاك، تدير هذاك الجمعية العامة، الجمع العام شنو الجمعية العامة؟ الجمعية العامة تتبقى فيها حرية، حرية ديال اتخاذ يعني أن الانتخاب ديال المكتب. قلنا هاد ما يسمى بلوديكو
هذا مكتب تنمية التعاون كيواكبك في هذه العملية هذه، وكاين سجل، كاين واحد السجل كتسجل فيه الودادية، تاريخ التأسيس ديالها التعاونية، تاريخ التأسيس ديالها يعني والوثائق ديالها واعضاء المكتب وداك الشيء ماشيني، وسجل اخر كيتحط في المحكمه. لو شنو هو الفرق، شنو هو الفرق ما بين التعاونيه والوداديه في شنو هي المؤشرات النجاح بالنسبه للتعاونيات اللي ما كايناش في الوداديه؟ مؤشرات هي هذه اللي قلت لك انا دابا، دابا هنا كاين واحد هذا المكتب تابع لواحد الوزاره يعني وزاره السياحه والتعاون الاقتصادي والصناعه التنميه المستدامه، دونك هذه وزاره دير هذه المكاتب يعني جميع يعني تتبقى مراقب من طرف هذه الجهات. دونك كاينه واحد الاداره اللي متبعك عرفتيني، متبعه هذوك الاجراءات اللي تدير، الا كان شي خلل ولا كانت شي شكايه تدخل، كتدخل كيديروا لجنه وتوقع فيها بحث وعيطوا لك اجي شنو اللي وقع، انا خصك تعطي تفسيرات. دونك هنا ملي تحس بان راك مراقب كاينه المتابعه، كاينه متابعه بنادم، كاين ضابط يعني كاين ضابط. وكنشوف دابا عدد التعاونيات السكنيه اللي نجحوا هو اكثر بكثير من عدد الوداديات. ياك الوداديات داخله في مشاكل، مشاكل متعدده يعني، راه والعدد ديالها كبير مزياني، العدد ديالها كبير. شحال تقريبا العدد يكون في ما نقدرش نقول لك اخويا، غير ما بين الدار البيضاء والمنصوريه وبوزنيقه راه نقول لك راه كاين واحد 600 ولا 700 وداديه سكنيه. دونك العدد راه كاين. كاين وداديه ناجحات طبيعه الحال، هذه النقطه تنشكرك عليها، كاين بعض الوداديات ناجحات. عرفتي علاش ناجحات؟ حيت الناس اللي داخلين تما عندهم مؤهلات للتتبع والمراقبه ماشي ناعسين، ما تيتحركوا، عندهم غالبا تيكون عندهم شي مستوى يعني، اما موظفين اما اساتذه اما اطباء اما مهندسين، ما يمكنش تنصب عليه سمعتيني، حيت حتى ذاك المستوى يعني حتى هو تيلعب واحد الدور فهمتيني. حاضين شغلهم كما تنقول، حاضي شغلك اي حاجه بغيتي ديرها خصك تحضي شغلك، خصك تسول، خصك تدق امتى الجمع، خصك دير جمع السي الرئيس، دازت مثلا ربع سنين خصنا نبدلوا المكتب، المكتب دار الخدمه ديالو تبارك الله ما دارش الخدمه ديالو. هذا هو السؤال ديالي في الاول بالنسبه لكم انتم، واش انتم كاعضاء تتقول بانكم ما دارش الجمع العام، انتم كاعضاء واش طالبتوا بالجمع العام؟ حنا انتم عندكم مسؤوليه في هذا الاتجاه. عندنا مسؤوليه، انا بالنسبه لي انا اللي سولتيني نقول لك المسؤوليه ديالي النهار الاول، النهار الاول جا واحد السيد من العائله هو اللي قال لي راه كاينه واحد الوداديه سكنيه وهذه وهذه، لو بغيتي تهضر الناس داخلين فيها وداك الشيء وتعطي واحد القدر ديال المال. انا تسرعت شويه، تسرعت وبحسن نيه، انا هذيك ساعتي اتصلت مع الرئيس وتسجلت وعطاني الوثائق ديالي الوصل وهذه وهذا، ولكن ما عطانيش نقرا القانون الاساسي على الغلط. انا من حقي القانون الاساسي، القانون الاساسي باش نقدر نقدر ندافع على راسي ونعرف شنو الاجراءات وشنو اللي خصو يدار. والوثيقه اللي منظمه العمليه، القانون الاساسي هي الوثيقه اللي تدور عليها كل شيء، كاين القانون الاساسي والقانون الداخلي. شكون اللي كيدير هذا الشيء؟ تيديروا المكتب، المكتب مزياني. هنا المشرع المغربي اعطى الصلاحيه لهذوك المؤسسين مزياني ديال الوداديه باش هما يديروا القانون الاساسي ديالهم، من وراهم ما كاينش شي مراقبه اولا شي تتبع. باش ما ننساش بالنسبه للاوديكور اللي هضرنا عليها قبيله ديال التعاونيه، كيدير واحد النقطه اخرى مهمه بزاف، كيمشيو معاك بعيد، ماشي غير المواكبه، كاينه المواكبه وكاين التكوين. يعني كيكونوا بنادم، هذوك الناس اللي راهم شادين غاديين في المكتب راه تيستدعيوهم وتيدير لهم الدروس وتيدير لهم التكوين سمعتيني، هل التعاونيه فين غدا وهل اللي خصو يدار وهل اللي خصو يدار. دونك هنا بنادم تيكون مؤطر ومهيكل فهمتيني، باش ما يوقعش في هذه الاختلالات، باش ما يوقعش في اختلالات. سي عبد الكبير شكرا جزيلا على قبول الدعوه. الله يبارك فيك السي بوستا. متتبعي قناه تنفاس بريس، الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي.